ككل يوم يحضر الأب أرتور بعض المساعدات إلى ميرسا ودانيال، هذان الغجريان الصغيران يعيشان مع عائلتهما في هذا المخيم المؤقت في ضواحي مدينة ليل الفرنسية. هل أنتما سعيدان بالعودة إلى رومانيا؟ على الولدين مغادرة فرنسا قبل 16 من أيلول، والأب أرتور يشبه السياسة الفرنسية تجاه الغجر بحرب غير إنسانية. لدينا جذور مشتركة، هم أوروبيون وجذورهم تشبه جذورنا، ومن بين الأمور المشتركة هم مسيحيون، لذلك لن يصعب دمجهم في المجتمع. في 71 من عمره، الأب أرتور رجل الكنيسة الحر. قبل الروما الغجر قدم يد المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين والمساجين وحتى بائعات الهوى لواتي آوهن على قارب عندما كان قسيسا في البحارة، لكن الأضواء الإعلامية سلطت عليه الشهر الماضي عندما أعاد ميدالية الاستحقاق الوطني إلى وزير الداخلية الفرنسي احتجاجا على طرد الروما الغجر، وقام بتصريح ندم عليه لاحقا. بصراحة وأستميحكم عذرا، أنا أدعو أن يصاب السيد ساركوزي بنوبة قلبية. ربما كان علي قول هذه الكلمات بشكل مختلف، لكن على أي حال ربما لو قلت ذلك بشكل مختلف وبطريقة دبلوماسية لما أعطي للكلام هذه الأهمية. تصريحات تلقى جراءها الأب أرتور بعد بريد الكراهية والشتائم التي لم تؤثر على إيمانه، فقد خصص مؤخرا جزءا من راتبه التقاعدي ما يعادل 380 يورو لشراء خيمة لعائلة الروما الغجر هذه.